ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم شاب على محاولة الانتحار أمام مقر عمالة سيدي سليمان، وذلك بشرب سائل الماء القاطع وسط استنفار أمن كبير وتجمع لحشود المواطنين. وقبل إقدامه على فعلته، نشر ذات الشاب تسجيلا مباشرا على الفيسبوك يوم أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية محلية يومه الخميس، وهو يتجه لمقر عمالة سيدي سليمان حاملا قنينة الماء القاطع للإقدام على الانتحار، حيث قال أنه حامل شهادة المصدر وحقه ضاع وتم الحجز على أتات له بقيمة 2 مليون وبقعتين أرضيتين كان يود تشييد منزله عليهما وتم تشريده وانتظر سنوات دون أن يشير بالتحديد للجهة التي قامت بذلك. وأضاف في التسجيل المباشر الذي تنقله نشطاء فيسبوكيون أنه سيقدم على الانتحار علنا أمام العموم، حيث قال: متحناوي عيشهما، سأنهي حياتي أحسن من أبقى لأني إنسان مثقف وعندي المصدر. وكشفت ذات المصادر أنه تم نقل الشاب على وجه السرعة للمستشفى الإقليمي لتلقي العلاج بسبب خطورة وضعيته الصحية بعد شربه للماء القاطع. بعد ضياع ديال الحق ديالي، بعد ما الدولة أتت 2 مليون فيه بوطات فيه سدادة، بعد ما الدولة تحويش ديال العمر، وبعد ما الدولية بقعتي اللي كان تشيد بها داري وشردوني، وانتظرت سنوات من الانتظار، الآن راني متوجه للعمالة وعندي هذا، ها هو هذا المقاطع، هذا يكون انتحار علني قدام يا أيها الناس، نموتوا حنا ويعيشوا هما، شو يقولوش عليا لا انفصالي لا حتى شي حاجه. انا هز هادي نهي حياتي احسن ما نبقى، لانني انسان مثقف عندي الماستر. كيما كتشوفوا أنا متوجه للعمالة مباشرة، أنا في المحيط، نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.